الثورات لما بتقوم بتحصل عشان تجيب ناس مكان ناس، واللي عملوها كانوا متخيلين ان النظام لما يقع البلد هتتحول لجنة، فبدأوا يحلموا. كل اللي لقوها فرصة عشان يظهروا لازم يفهموا ان ثورتهم لو غيرت اشكال فما بتغيرش اسلوب، رغم اننا واثقين انهم مش هيستحملوا، لكن بنعاقبهم بهدوء لان بطء العقاب بيبقى اصعب كتير من العقاب نفسه. صحيت يا يوسف؟ لا لسه نايم. بيغسلي دول عشان وسخين. حاضر يا حبيبي. أنا جهزت لك الغيار التاني وحطيته لك جوه. ما بلاش السجاير عريق دي يا حبيبي، مش كويس كده على صحتك. أنا ما رضيتش أروح شغلي قبل ما أفطرك، قوم استهدى بالله كده، اطفي السيجارة وكل لك لقمة. إيش نفسي أطفح. يا نصر. خالتي يوسف صحي؟ أه يا حبيبي، رحتش المدرسة ليه يا واد؟ يا نصر. حبيبي عامل ايه؟ عايز ايه؟ عم ياسين عايزك النهارده تروح له. عايزني في ايه ده كمان؟ طب اقول له هعدي عليه بالليل. ماشي. كنت تعالى. هات لي اتنين واتنين وكتر طرشي. ماشي. كنت تعالى. شبرق نفسك. ماشي. اوامر نص عشان خارج. حاضر. اعمل حاجه في وشه وتقول له اذا عمل كده تاني شي ما هيزعلك. تمام يا باشا. انا مش قادر افهم الناس دي، بدل ما يضربوا الشغل بالطريقه البلدي دي ما يروحوا يحفروا في اي حته، دي البلد عايمه على الاثار. بصراحه ربنا يا باشا، انا من ساعه ما شفت الشغل وانا عارف انه شمال، لا شكله ولا لونه، ده متبيت شهر في الرمل عشان يطلع بالمنظر ده. طب وساكت ليه؟ سايبني كده ليه؟ لا ما يصحش مرضى يا باشا، ما دام غاليه هي اللي بتبص على الحاجه وهي اللي بتقول، انت اللي عودتنا على كده. انت قلت لي انك انت خلصت اثار مش كده؟ انا دخلت اثار اه بس ما خلصتهاش. بس بيني وبينك يا باشا، اللي اتعلمته في الشغلانه دي ما هتعلموش في اي كليه تانية. صح. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. ايه الاخبار يا بابي؟ كنت بقول يوسف رجع تمثال للراجل الزفت ده. بصراحه الحاجه كلها طلعت شمال زي ما حضرتك قلتي. وانا مستنيك انت يعني عشان تقول لي. بقول لك ايه؟ ما اركن العربيه بتاعتي وسايبها في نص الشارع. شحته. اركن عربيه الهانم.
اللي انت بتعمله ده يا بابي؟ ايه عملت ايه؟ ليه تخليه يبص على الحاجة؟ انا قلت لك مليون مره مش عايزه حد يتدخل في شغلنا باي شكل من الاشكال. على فكره يوسف ده ابن ناس وطيب وانا عندي ثقه فيه. انا بقى ما بثقش في حد. لو سمحت ريحني ممكن؟ بقالك ساعه مقعدني وبتحكي معايا في كلام ملوش عايزه. في ايه؟ من غير لا لف ولا دوران. الموضوع اللي بينك وبين امك ده بقى مش هيبقى له اخر ولا ايه؟ وايه لازمته الكلام اللي بينرفز بقى يا عم ياسين؟ ايه هو ده اتنرفز مني ولا مش القصد؟ بس انت عارف ان انا ما بحبش احكي في الحوار ده. اسمع يا يوسف. اسمع انت يا عم ياسين. الكلام اللي كانت بتضحك بيه عليا وانا عيل صغير ما ينفعش تضحك عليا بيه دلوقتي. انا عايز اعرف ابويا مين. ما ينفعش واحد زي الشحط زيي ما يبقاش عارف حاجه زي دي. يا واد الكلام لهب اللي انت بتقوله ده. ما هي قايله لك بدل مره 10 وخلصت من الموال ده. ولا انت تغيب تغيب وترجع تنكش فيه تاني ويا ريت بالادب يا اخي. وبعدين هي بتشتكي لك بتاع ايه؟ انا اتكلمت معاها بالهداوه. هي اللي عصبتني لما ردت عليا. عصبتك؟ هيبه يوسف دمك يا ابني. كسبت الرأس زمان علشان خاطرك يا يوسف اللي بتاكل منه عيش. انا ما بتكلمش يا عم ياسين في انها سابت الشغل وما سابتوش وأثرت معايا وما أثرتش. انا حاسس ان انا ابن حرام ماليش اصل ما اعرفش ابويا مين. لا مالك تو في شهاده الميلاد ده يبقى مين؟ قول لي انت يبقى مين؟ ها؟ قول لي. تعرفه؟ شفته؟ قابلته؟ شفت حد من اهله؟ بلاش. لو كانت متجوزاه فين رسمت الجواز؟ ولو كان مات فين شهاده الوفاه؟ فين اي ورقه تثبت ان انا ابن حلال؟ ها؟ احنا نضحك على بعض يا عم ياسين ما احنا اللي فين مساوي. ولا انت ناسي؟ ناسي العيال زمان وانا في الحركه وبينادوني يقولوا لي ايه؟ ها؟ نسيت؟ ما نسيتش يا يوسف. بس عايزك تفتكر انت كمان ان انا ياما قلت لك يا ابني ان امك دي اشرف واحده في الدنيا وان ابوك هو اللي سابك وطفش ومش عارفين له طريق جره وخد معاك كل الورق اللي كان ممكن تخزق بيه عينيك دلوقتي. بعدين يا ابني انا ماليش مصلحه علشان اكدب عليك في حاجه زي كده. انت بقى شيطانك بيلعب بدماغك مش عايزك تصدق في موضوعك. انت حر. فل يا يوسف. يا رمضان جبت الحاجه؟ لا جاي اشم هوا. انا ناقصك يا خفه. And as you can see it turns into paper but we have to get all the water out of it so we put it like this and we use the hammer bring out all the water and this is not for pizza here. We use it for the plant. As you can see all... I'm sorry, excuse me. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلت لك 100 مره ان ده مكان شغل. ما انت مش راضي ترد على تليفوناتي وانا عايزه اقول لك على حاجه مهمه. اخلصي في ايه؟ يوسف انا حامل. مكتوب نادين. خلص القميص عايز انزل. خلص اهو يا حبيبي. اتفضل. انت سبتها ولا ايه؟ هي مين دي؟ اللي كلمتك اللي اسمها نادين. انا كنت اتجوزتها عشان اسيبها. وبعدين انت بتسالي في اللي مالكيش فيه ليه؟ ما اقصدش والله يا حبيبي. كل الموضوع ان انا لاحظت انك بتكلمها كتير الفترة الأخيرة. فقلت يمكن ربنا هداك وهتتجوزها. تصنفي عليا؟ والنعمة أبدا. أنا كل غرضي إني أطمن عليك. لا اطمني. أنا بتاع جواز ولا غيره. ليه بس يا حبيبي؟ هما اللي اتجوزوا كانوا أجدع منك. مفيش حد أجدع مني.
لكن لما اروح اتقدم لواحده وابوها يسالني ابوك مين اقول له ايه؟ ما اعرفش. روح اسال امي تاني يا يوسف، تاني وتالت ورابع. مشكلتك انك مخلياني حاسس ان انا قد كده. شيل دماغك من موضوع الجواز ده خالص. مفيش واحده بنت حلال هترتب عيل ابن حرام. الجثة يا زعيم. ايه ده يا ريس؟ ده مش كلاشينكوف. كلاشينكوف ايه يا مغفل؟ ده انضف من الكلاشينكوف 100 مرة. ولا انت خدت على شغل ورش النهضة وابو حشيش؟ الحتة دي نظيفة ولو خدشتها هزعلك. ماشي يا عمنا، واللي انت طلبته انا جبتهولك. انا بقى عايز حتة كلاشينكوف، عندي فرح كبير، عايز اعمل فيه الواجب ونقضي المصلحة. فرح؟ ماشي يا فقري. نحلة! عينيا يا زعيم. ادفن الجثة. ولو عم ياسين سأل عليا او ميمي قول لهم هطلع مشوار وارجع على طول. عينيا يا زعيم. تعالى يا عم عشان اجيب لك مصلحتك. تسلم لي يا عمنا. خيرات يا علو باشا. صباح الفل ابو حجاج، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا باشا. اتفضل اقعد. ربنا يخليك. ايه يا عم فينك مش باين؟ الشغل يا باشا بياخد ساعات الواحد بالدنيا كده. فين الشغل ده؟ هو بقى في حد بيجي البلد؟ ما انت شايف الدنيا عامله ازاي. الحمد لله يا باشا على كل شيء، ان شاء الله هتتعدي. اتفضل سعادتك. ايه دي؟ دي ساعه من مجموعه ساعات هدايا كانوا جم للشيمي بيه، بس حاجات من النظيفه اللي تعجبك يا باشا، فوصلني ان انا اوصل لك واحده يدا بيد. ماشي يا ابو حجاج، قول للشيمي بيه ان انا قبلت الهديه وهتصل كمان اشكره بنفسي. كلك ذوق يا باشا، كلك ذوق. بس قول لي بقى انت جاي في ايه؟ ابدا يا باشا، في جست عندكم هنا اسمه داني تومسون، ليه معاه مصلحه صغيره كده، بس ما اعرفش هو قاعد في اوضه كام ولا ناوي يغادر امتى. بس كده؟ انت جيت في جمل؟ تسلم يا باشا، ما تحرمش منك. Stay for long in Egypt, Mr. Danny. I stay longer in Egypt than my own country. Really? You love it that much? Yeah, this is true. I sometimes feel like this is my motherland. Is this a new way to the airport? Yes, actually, it is a new way. But only me know it. Maybe the other driver you had before is not clever as me. Stopping. Hey, what's happening? ايه ده؟ بتعمل ايه يا يوسف؟ انت مجنون ولا ايه؟ احنا في الشارع يا اخي. بتعمل ايه؟ يا نهار اسود يا ديبو. يوسف خلص يا يوسف، احنا في الشارع بقول لك. بتعمل ايه؟ انت عارف التمثال ده تمنه كام؟ استنى يا عم. تمنه اللي تمنه، احنا في الشارع بقول لك. في ايه؟ فوق ال 2 مليون يورو. سيبه فرصة دي ما بتجيش كل يوم. ده بتاع الجنرال، الراجل ده مش هيسيبنا في حالنا، رحنا في ايديه. افهم بقى، يلا بينا. طب اصوره؟ صوره بعدين. يلا يا يوسف احنا في الشارع. يلا يا اخي. يوسف كلمني كتير قوي عنك. قال لك ايه؟ قال انه بيحبك قوي. يوسف؟ وكان عايز يعرفنا على بعض ونتقابل ونخرج مع بعض. يوسف هو اللي قال لك كده؟ طب ما تأخذنيش يا بنتي في السؤال، انتوا تعرفتوا على بعض ازاي؟ اصل انا بشتغل مرشدة سياحية، فساعات يعني كده بحب اشتري شوية حاجات للناس اللي انا بشتغل معاهم عشان لما يسافروا يفتكروا مصر، فكنت بروح اشتري الحاجات دي من عند يوسف في البازار بس، وتعرفنا على بعض. طب ما تأخذنيش برضو في السؤال ده، انا زي امك يعني، حكايتكم وصلت لحد فين؟ احنا متفقين على الجواز، بس هو كان محتاج يعني شوية وقت عشان. انت اللي جابك هنا يا بنت انت؟ ما انت ما بتردش على تليفوناتي، خفت يكون حصل لك حاجه. وحياه امك ما بردش على تليفوناتك تقومي جاري على البيت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا يوسف؟ في ايه؟ اطلعي انت منها خالص. شايفه ماما؟ شايفه بيعمل لي ازاي؟ ماما دي هناك يا روح امك. تعالي. يا يوسف انا ما يصحش. خشي اقعدي جوه. حرام عليك يا يوسف، حرام عليك. حرام عليا يا حرام عليك يا عيشتي يا بنتي. الحقيقي يا ماما. بره. ما تكونيش فاكرة لما تيجي لأمي وتتنحنحلها وتصاحبيها تبقي بتدبسيني؟ لا يا روح أمي، أنا ماليش كبير. حرام عليك يا يوسف، ما تعملش فيا كده. هو أنا لسه عملت حاجة؟ قسما عظمة، رجلك تهوت ناحية البيت ده أنا أكون مكسر قالك، فاهمة ولا لأ؟ ماشي يا يوسف، ماشي، اعمل فيا اللي أنت عاوزه. يلا قول. أنت هتجيب خرف. السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام. كنت عايز المحضر يا باشا والنبي عشان المحفظة بتاعتي ضاعت، فيها البطاقة وشهادة الجيش. يبقى تعالى الصبح. أجي الصبح؟ ما قلت لك يبقى تعالى الصبح، مفيش حد دلوقتي، مفيش ختم. طب ما تجيب الختمه يا باشا.
هي مش الشرطه في خدمه الشعب ولا ايه؟ ولا انتوا نسيتوا انا يا باشا؟ ما تلم نفسك يا روح امك، انت مش عارف بتكلم مين؟ قلت لك تعالى الصبح. بصراحه انا عارف بكلم مين، بس بلاش بقى يا روح. انت بتمد ايدك على روح امك. انا انت يا رب اعلمك الادب، خد الحجز. ماشي يلا قدامي. اقعد افطر علينا كويس قوي، مش عارف هتروحوا من ربنا فين. خش يلا يلا خد يا جدعان. ما تحرق عليك يا روح امك يا جدعان. مش في ايه يا عم بالراحه، انتوا مدخليني كوكو بارك يعني؟ بطل يا بابا يا روح امك وادخل. ماشي 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 ماشي. مساء الفل يا بكتيريا. مساء الفل يا نحله. بقول لك ايه، انا باختي مال من كتر اصحاب الشمال. هو الراي سلمك انت راخر ولا ايه؟ عيب عليك ما تقولش كده. طب انا بكتيريا معفنه والراي سلمني على نظافه، انما انت صاحبه ازاي؟ الراي ما بيسلمش اصحابه. الراي بعت النهارده مش اقول لك ان كل حاجه هتبقى تمام يا بكتيريا. ازاي؟ سيبها انت بس على طول. ايوه مديحة، فاكرة ايام الصلاة بتاعتك؟ يا فين ايامها يا مديحة؟ ده انتي فكرتيني بايام جميلة قوي. الله، عارفة يا مديحة، انا عملتها بكل الفلوس اللي كنت اتحكم عليها ساعتها، بس يا خساره بعد كده بعتها برخص التراب. ايه اللي فكرك بيها وايه السؤال ده؟ يعني كنت عايزه اعرف اذا كنت لسه ليكي علاقه باي حد من اللي كان شغال فيها زمان ولا لا. ليه؟ الواد مش هيصفى ولا هيهدى معايا غير لما يعرف ابوه فين، وانت عارفه ان انا ما اعرفلوش سكه، فقلت يمكن اي حد من اللي كنا نعرفهم زمان يعرف له طريق ويدلني عليه. ايوه مديحه، بس ده من سنين طويله قوي. او اي خيط بتعلق فيه، مين عارف، يمكن. طب ليه ما بدأتيهاش من زمان؟ يعني ليه استنيتي كل ده؟ غلط وبحاول أصلح غلطتي. بصي، أنا كنت أعرف واحد كان شغال مع شكري جوزك. هو مش كان اسمه شكري بقى؟ أيوه، شكري البيومي. بس أنا بصراحة ما أعرفش إذا كان عايش ولا لأ. تعرفي عنوانه؟ بتهيألي في الأجندة اللي عندي في البيت. طب الله يكرمك يا مدام، هاتيها بكرة معاكي وأنت جاية نوبك سوا فيها. حاضر، من أنا يا مديحة. طبعا انت ما تعرفنيش كويس يا يوسف. والله مجرد سامع يعني. وايه بقى اللي سمعت عني؟ ابدا حاجات مش كتيره ومش مهمه قوي. ان انت كنت طليق غاليه، وان انت كنت شغال عندهم زمان في البازار كده يعني. صحتك دي حاجه ما تعبنيش؟ لا خالص، الشغل عمره ما كان عيب. وبعدين لو تعيبك يبقى تعبني انا كمان. صح كده. طب عندك فكره انا طلبت قبلك ليه النهارده؟ الصراحه لا. ولا حاولت تخمن كده وانت جاي في الطريق؟ فزوره ولا ايه؟ بص يا يوسف، بكل بساطه كده
انا دلوقتي بنافس الشيمي في شغله، ويهمني اعرف اي معلومات عن الصفقات اللي بيخشها عشان اكيد دي كمان هتفرق معايا في شغلي. وعايزني ابقى عصفورتك من غير لف ودوران؟ انا عارف انك قريب من غاليه والشيمي في البزار، وانت اللي بتمشي الامور اللي هم مش عاديين. الله، طب ما انت عارف كل حاجه اهو كانك قاعد معانا وشايفني. ما اللي قال لك الحاجات دي بقى يقول لك بقيه الحاجات اللي انت عايزها؟ ما هو بقى اللي قال الحاجات دي كلها قمار، ما اقدرش اعتمد عليه في حاجه اكتر من كده. انما بقى انا عايز واد مفتح وصايع يعرف ايه اللي يلزمني وايه اللي ما يلزمنيش. طب وانت الكلمتين بتوعك دول هما اللي هيخلوني بسهوله كده عينك هناك؟ شوف يا معلم، في البيزنس مفيش احسن من الدغري، وكل حاجه عرض وطلب، هتعمل حاجه قصاد حاجه، والله اتفقنا مع بعض اهلا وسهلا وعلى راسي، ولو ما اتفقناش اهلا وسهلا برضه، وهعرف المعلومات اللي عايزها من اي حته تانيه. طب انت مش خايف ان انا اخد الكلام ده كله واروح انقله للشيمي وغاليه؟ اخاف من ايه؟ الشيمي وبنته عارفين ان احنا في عداوه ما بيننا، زائد انك هتستفيد ايه لما تروح تقوله؟ كبيرك هتاخد كلمتين شكر على خوفك وامانتك على البازار، وده يا معلم هيتنسي مع اول غلطه هتعملها. انما بقى لو اتعاملنا مع بعض اكيد هتستفيد باكتر من كلمه شكر. ها؟ تحب تاخد فرصه تفكر؟ لا، وهفكر ليه؟ دي عايزه تفكير. ما دام فيها اكتر من كلمه شكر اعتبرني معاك. صح كده، اتفضل السلام. مساء الخير يا ماما. اهلا يا حبيبتي. انا جيت لحضرتك في وقت مش مناسب. لا قصدي اصل انا كنت نازله. انا مش هاخد من وقت حضرتك كتير. ما الحقيقه اصل والله العظيم ما هعطلك، بس انا محتاجه قوي ان انت تسمعيني. طب اقول لك ايه بس دلوقتي؟ بصي بقى يا بنتي، من الاخر يوسف محرج عليا يدخلك البيت، وانا ما اقدرش اخالفه في اللي قاله. يعني انت مش عايزه تسمعيني؟ ما انت المفروض تقدري موقفي. يوسف لو جه دلوقتي وشافنا لو انت واقفين الوقفه دي هيطين عيشتي. واديكي شفتي عمل فيا انا وانت ايه المره اللي فاتت. والله العظيم مستعده استحمل اكتر من كده 100 مره. لا حول الله يا ربي. طب وليه يا بنتي كل ده؟ ما كل شيء في الدنيا اسمه ونصيب. ماما انا حامل من يوسف. انت بتقولي ايه؟ تعالي تعالي ادخلي. تعالي. حبينا بعض قوي، كان كل حاجه بالنسبه لي، وانا كمان كنت كل حاجه بالنسبه له. عشنا مع بعض فتره ما كناش بنسيب بعض فيها ابدا، لحد ما فجاه قلب عليا بقى واحد تاني غير اللي اعرفه. بقى مش طايقني ولا طايق يشوفني ولا طايق يسمع صوتي في التليفون. طب واللي حصل بينكوا ده حصل في الحلال ولا؟ بالحلال طبعا يا ماما، انا بنت ناس ومتربيه كويس، اتجوزنا عرفي، قال لي كده احسن لحد ما يظبط اموره بعد كده كل حاجه تبقى رسمي، وانا صدقته وسمعت كلامه. ما كنتش عارفه انه هيقلب عليا القلبه دي. انا لو اعرف هو ايه اللي غيره من ناحيتي انا ارتاح، اغير من نفسي، ارجع تاني نادين اللي حبها. والورقه معاكي بقى بتاعتك ولا لا؟ لا، يوسف معاه الورقتين. وهو عارف بحكايه الحمل دي؟ عارف، مش مصدقني ومش مصدق انه ابنه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. والحل ايه دلوقتي؟ مش عارفة. أنا جاية لحضرتك عشان تقولي لي أعمل إيه، أنا معرفش أعمل إيه. صباح الفل يا لؤي. يوسف، يوسف جه، ادخلي جوه بسرعة، استخبي في أي حتة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك؟ مفيش حاجة. أنت خارجة ولا جاية؟ لا أنا كنت نازلة أشتري شوية كلف كده وعراوي من السوق. أحضر لك لقمة تاكلها؟ أنت ما عنديش غدا؟ لا إزاي، الغدا جاهز على التسخين، أنا قلت بس يعني بدل ما تتعب نفسك أنت أنا أقوم أسخن لك. خش أغير تكوني حضرتي الحاجة. حاضر. سألت دياب؟ حصل، وهقابله بكره وابلغه. بس هو سعادتك يعني لو كان ليه فيه يعني ممكن اسال سؤال؟ اسال.
يعني العملية دي مش زي العمليات بتاعتنا، زي ما تقول سعادتك كده مختلفة شوية. انت مش بتسأل، انت بتتناقش. العفو يا سعادة الجنرال، انا مجرد واحد بيتعلم من اساتذته. وتقصد ايه مختلفة؟ يعني في شكل العملية، حتى الولاد اللي بينفذوها يعني مش عملية من عملياتنا الكبيرة. بص يا سينو، شايف شوية الدبغ دول؟ اللي نازلين دول شوية تفهين ملهمش أي قيمة، لكن لو جمعتهم في سيجار زي ده تقدر تدخن. ولا يعني سعادتك تقصد إن العملية دي هي شوية فتافيت التبغ الصغارين دول هنجهز بيها لعمليات تانية كتير؟ مظبوط. كده صح. هي الغتاله دي بتقفلي الكاسه ليه؟ اسكتي، ما صدقت امك نامت. ها قولي كده بقى، ليكي مستنيه مكالمه من موز؟ لا يا اختي، انا اللي هكلمه. ليه، ما عندوش رصيد ولا ايه؟ طيب يلا موضه بقى. الو، ايوه مين؟ مستشفى؟ مستشفى ليه؟ في ايه اللي حصل؟ طب انتوا في مستشفى ايه؟ سيكا، سيكا اصحى سيكا. سيكا خير؟ في ايه يا ابو يحيى؟ فوقي، تعالى عايزك. انا يا اخي كلامك اثر فيا قوي، فعلى طول كلمت لك واحد حبيبي هيظبط لك شغل كويس، ولسه حالا مكلمني ومستنيك تروح له. ايوه بس هروح له ازاي؟ ما انت عارف اللي فيها، انا كاسر فيزا يعني استحاله. يا ابني حبيبي، انت مع ابو يحيى؟ انت عارف مين ابو يحيى؟ انت هتسافر بالقطر، هتلاقي واحد مستنيك هيوصلك لحد حمد في بيته. حمد مين؟ حمد ده واحد من رجالتي، والراجل اللي هيوصلك ده عارف كل اوصافك. المهم بس دلوقتي اهم حاجه قبل ما انسى، انت تاخد التيكت والفلوس دي هتكفيك لحد ما توصل بالسلامه. ايوه بس ده كتير قوي يا ابو يحيى. ولا كتير ولا حاجه، انت تستاهل كل خير، بس انا عايز منك طلب صغير. تغورني، انا عندي شنطه امانه عايزك توصلها لحد حمد. عينيا. صدق يا اخي انت حبيبي وانت حبي. يا اهلا يا ام سامبو، انستي ونورتي حبيبتي. البيت منور باصحابه، انا مقدره اللي انتوا فيه وكل شيء بامر الله، وان شاء الله يكون اخر الاحزان ان شاء الله يا رب. بس هقول لك على حاجه، ما يكون في خير ورزق جاي نقطعه؟ لا طبعا ما نقطعوش. طب انا جايبه لجيجي عريس. والنبي صحيح، والله ابن عمتي لازم، مهندس وشغال في الكويت وبيقبض قد كده، وجاي الشهر ده عشان تشوف عروسه ويتجوز. السلام عليكم. هي جت اهي. اهلا يا جيجي. ازيك يا مزيك يا ام سامبو؟ ازيك يا حبيبتي؟ ام سامبو عندها مفاجاه حلوه قوي ليكي. خير؟ جايبه لك عريس مهندس وبيشتغل في الكويت وبيقبض قد كده، ما تحكي لها يا ولية. جدع زي الفل، وطول بعرض وعشت قبها. احكي لي على ايه؟ طول بعرض ايه وقبها ايه؟ انت خلاص ما عندكيش احساس خالص؟ ده احنا ياما ما قلعناش لسو. يا حبيبتي ما احنا مش هنتكلم في حاجه. بقول لك ايه؟ ام صامبو جوزك بينده عليكي يا اختي، قومي شوفيه عايز ايه. انت لسه هتبص لها؟ ما تقوم. ولا ابص لها ولا اعمل لها، فوتك بعافيه يا حبيبتي. يعافيكي يا ام صامبو، ما لسه بدري يا ام صامبو، خليك. ولا بدري ولا وخري. ايه اللي بتعمليه ده يا جيجي؟ هي الولية غلطت في ايه بس؟ جايبه لك واحد هيستتك وما يتعيبش. انت شايفاني ايه؟ بهيمه مستنيه اللي يجي يجرها ولا بايره مكتوب على باب البيت عروسه للبيع؟ انت عايزه ايه يا ما بقول لك ايه؟ قفلي على السيره دي خالص عشان انا روحي في مناخيري ومش طايقه كلمه. هو انت خلاص ما بقاش حد عارف يكلمك كلمه؟ يعني اقولها لك بنفسي عشان ترتاحي؟ دي عيشه طه. طب هتكسب الانتخابات المره دي يا شوري؟ اللي خلاك تسالني سؤال زي ده يا سعيد؟ يعني الناس كلها دلوقتي بتعتبرك لمؤاخذة فلول، وكل ما صدق الحزب ينحل عشان يطلع من جحوره يعني. وبعدين الشغل اللي كنا بنعمله زمان مش هنعرف نعمله دلوقتي. ليه ما نعرفش نعمله دلوقتي؟ انت فاكر النظام ده ايه؟ رئيس وحكومة ورئيس وزراء ومجلس الشعب؟ لا يا حبيبي، النظام ده تعود، تعود الناس اتعودت عليه. هو ده اللي الناس اتعودت عليه، هو اللي هتعمله. موت يا حمار بقى على النظام ما يتغير. ماشي يا حبيبي، بس اليومين دول الغربال اللي شده جامد قوي علينا. لا يا حبيبي، انزل الشارع وشوف الناس عامله ايه، ما يغركش اللي بتشوفه في التلفزيونات ده.
انا ان كان عليا الكلام ده يبسطني، بس انا قلقان من الشيم اللي نازل الانتخابات ده. ما ينزل، مش بيقولوا الصناديق هي اللي بتحكم؟ وماله، خليه ينزل ونشوف صندوق مين اللي هيحكم، صندوق الشيمي ولا صندوق هلال الدهشوري؟ يا رب زي ما انت بتقول كده. ثانيه انت استاذنك بس. الو يا سعيد بيه، ازيك؟ انا عرفت خبر مهم قوي، قلت ما يستناش لبكره. الشيمي هيرشح نفسه في الانتخابات. والله زي ما بقول لك كده، سمعته بيتكلم مع بنته في الموضوع ده، وفي ناس قالوا امبارح عشان يعيدوا. طب يا يوسف كتر خيرك يا حبيبي، خليك كده مركز، ولو في حاجه ظهرت قدامك بقول لي عليها. سلام يا يوسف. مين ده؟ ده واحد اهبل كنت فاكره راجل، بس طلع عايز يلعب معايا، ما اعرفش ان انا ابو اللعب في الحاجات دي. قوم دلوقتي يا معلم، من الشيمي ما يشوفش كرسي المجلس. ولا هيشوف ولا شاف، هو بيشوف، ده عنده قصر نظر، الايام باينه. وانا معاك في اي حاجه تؤمر بيها، حكم الشيمي ده بقى معزته عندي جامده قوي. المصلحه واحده حبيبي. وربنا يا عم اللي كسروا لك دراعك لانك كسر لهم نافوخهم واحد واحد، بس انت تقوم بالسلامه كده ومالكش دعوه باي حاجه. لا يا دول، انت قلبك ميت، ما هو واضح. اشيلك انا من تحت ايديهم تقوم تجري انت واقع على مكانك، ونعم الرجولة. وربنا ما شفتك يا جدع، ده انا بحسبك بتتم. خلاص يا تيفا، خلاص يا تيفا، ولا يهمك، فداك يا معلم. يا نهار اسود، ايه اللي خرشمك كده؟ شيماء. طب يا حماده، احنا هنوصي عليك الدكاتره ويبقى نعدي كده. يلا يلا بركه. بعد اذنك يا استاذ. لا مفيش، ده اصل انا بس كنت بهزر مع شويه من بتوع الامن المركزي، بس زي ما انت شايفه هزارهم دي لحبتين. انا مش قلت لك مالكش دعوه بالحاجات دي، ادي اللي خدناه من الاهلي، انت بتروح تتفرج على الماتشات ولا تتضرب؟ نصيب بقى يا شيماء، هنعمل ايه؟ لا النصيب ما يقولكش تعمل كده في نفسك. لا يقول ونص، دايرتهم كسروني من زمان. علي النعمه لو كنت اعرف ان انت جايه لكنت قلت لهم يكسروني كل ماتش. بطل هزار بقى، ما تاخدنيش في دوك، انت لازم توعدني ان انت مالكش بعد كده في خناق مع الحكومه تاني. خايف على ايه؟ مش قوي يعني. طب بقول في ايه؟ انا اديلك حد؟ اخص عليك قضيتني يا بنت المجنونه. ايه ده؟ من هنا ورايح جرجير وعكاوي وكوارع ومنبر ومنه فيه عشان انت تاخد على جمال. تسلم ايدك يا عمتي. انا عايز اقول لك على حاجه كده. بقول لك يا عمتي، سامح قالت لي انا لا عامل لا فرح ولا دياول، في ايه تاني؟ اصطبر عليا بس في الكلام وشوف اخرته ايه. انت مش قلت انكم هتتصوروا صوره ليله الدخله؟ قلنا وخلصنا خلاص. طيب هقول لك على حاجه تانيه صغيره. لا صغيره ولا كبيره بقى يا عمتي، خلاص بقى تصوير قلنا ماشي، اوضه هتدين وهتاخد وشين، تنجيدك بعت ترمم، في ايه تاني؟ ونبي يا اخويا ما تعصب نفسك، خلاص يا ماما مات الكلام. لا ما ماتش الكلام. اقول لك ايه يا حبيبي؟ ده البنت اللي حبت من الدنيا، حبيب قلبي، دي ليلة طول عمري يا قلبي. والنبي يا عمتي ما تضايقي لي عينيك كده وتعملي فيها غلبان، خلصنا مش عامل حاجة. طب حاجة ظننا كده على قد الحال يعني، نلم فيها أصحابنا وحبايبنا وهنقعد ليك عليا، لا في مزيكا ولا في رقص. ونبقى كده ما كسرناش بخاطر البنت الغلبان. ويكون في علمك بقى البنت جيجي هي صاحبة الفكرة. قلت إيه؟ قلت خلاص بقى، خلاص خلاص. شيماء بنتي، يا شيماء يا بنت، ما فكرتنيش اطلع كيس لحمه من الثلاجه ليه يا بنت؟ انت يا بنت يا شيماء، بنت بنت يا شهد. ايه نعم. شيماء اختك فين؟ اختي مين؟ اختك. هو انت عندك كم اخت يا مضروبه؟ شيماء راحت تدي حقنه لخالتي زوزه. يا خرابي، تدي حقنه لزوزه ليه؟ تعبت بقى امبارح وصلاح كلمتها قالت لها تيجي تديها حقنه. حبيبتي يا زوزه، لا ده انا لازم اروح اشوفها. لا استني استني، لما تبقى تستريح. تستريح ده ايه؟ دي اختي لازم اروح اشوفها. لا بس اوعي يا بنت، سيبيني اشوف. انا عندي شك انك مش هتيجي. لا انا قد كلمتي قوي. طيب دلوقتي بقى انت مستنيه مني انفذ وعدي صح؟ معرفتي بيك عرفت ان انت دايما بتنفذ وعدي، ولا ايه بقى هتخستع مني النهارده؟ اخستع؟ انا عمري ما اخستع. قلب الجبل؟ ايه هو بيعض؟ بيعض ايه وبتاع الكلام ده؟ حتى لو بيعض نخلع له سنين. اقول لك ايه؟ الراجل قاعد هناك اهو ماشي؟ مش عايز ضرب. الراجل ده شيكو عالي وما ينفعش نطفشه. حاضر هحاول ما اضربوش. تحاولي ما تضربوش؟ طب عايزين نطلع على حاجه الاول. ماشي يا ولد، تعالي.
طيب طيب يلا على الباب. الله حاضر حاضر. سوسة ألف سلامة عليكي يا حبيبتي. إيه؟ ألف سلامة عليكي. ادخلي تعالي. مالك يا ولدي؟ إيه؟ مالك يا حبيبتي؟ إيه؟ أنت اللي مالك يا أختي؟ ما الحال عدوينك؟ قالوا لي يا أختي إنك تعبانة. تعبانة من إيه يا حبيبتي؟ تعب لما يجي لك في مفاصلك يا ولية. ما أنا حلوة وزي الفل أهو. أنت هتفسري عليا؟ هتعيني بالعافية بالكذب يعني ولا إيه؟ أمال البت قالت إنك جت تديك الحقنة. بت مين؟ شيماء. شيماء إدتنا أنا حقنة؟ انت بتهزري ولا بتتكلمي جد ولا ناسيه؟ شيماء بنتي يا شيماء. ايه يا اما بتزعقي كده ليه؟ اهي شيماء دي ولا مش شيماء؟ ايوه هي شيماء. وديتك الحقنه ولا ما اديتكيش الحقنه؟ لا ما اديتكيش حقنه. ما اديتكيش ازاي يا اما؟ دي لسه معلمه. معلمه فين يا بنت؟ سلامتك يا خالتي. الف سلامه عليك. الله يعني انا خدت حقنه؟ اه يعني انا عيان. ايوه يا عم. طب استنوا كده انا اشوف ايه. اسم الله عليك يا اختي. اسم الله. ده انا عيانه بجد يا اختي. ده انا مش قادره اقف على رجلي. اسم الله عليك. ياني يا ماما. ياني تعالي يا ماما خشي. ياني ياني ياني. سلامتك يا خالتي. هموت يا سونا. اسم الله عليك يا اختي. يا سونا يا اختي. العدوين واللي يخربوا يا سونا بعد الشر يا ماما. عشان يا اختي نيموني. اسم الله واقفه ليه؟ اه ياني. اسم الله عليك يا زوزه. اه ياني. هبقى اجي اشوفك بعدين يا اختي. يلا يلا يا اختي. يلا يا ست الحكيمه. نرسى ياما. نرسى نرسى ياما. نرسى. يلا يلا يا اختي. في حاجه يا يوسف؟ لا انا كنت عايز اعرف بس اذا كان الشيمي بيقول لك على عمه سعيد ولا لا. عرفت. وعلى فكره مش مستغرب. أنا خلاص اتعودت على الحركات بتاعته دي من زمان. بصراحة يعني ده عيل خسيس. مش فاهم أنا كنت متجوزاه إزاي. مش قصدي حاجة يعني. بس له من توبك ولا من مقامك. يوسف أنت جيت معايا ليه النهاردة؟ هو أنت متضايقة من وجودي ولا حاجة؟ لا بالعكس. أنا بقيت مطمنة دلوقتي أكتر وأنت معايا. أنا جيت بأوامر من الشيمي بيه. الحماية يعني. انت عارفة سعيد وحركاته. بس لو تحب افضل معاكي على طول انا ما عنديش معاكي. قصدي يعني لو في اي مشوار ولا حاجة. بص يا يوسف. الحركة اللي انت عملتها ورحت قلت لبابي على موضوع سعيد دي حركة حلوة. على الاقل انا حبيتها. وريتني قد ايه انت جدع وانسان كويس. بس بليز زي ما وعدتني. الموضوع اللي حصل معايا ده يا ريت ما يوصلش لبابي. أنا موجود معاكي عشان أحميكي وبس. وزي ما وعدتك قبل كده. ما تخافيش مني. ميرسي يا يوسف. ميرسي على اللي أنت كله بتعمله معايا ده. هاي. إيه الأخبار؟ يا أوكي. إتس سو جود. قول لي يا رايق. لو حبينا ننجح حد في الانتخابات نعمل إيه؟ ندعي له. غير ندعي له. يا باشا خلاص بقى الكلام ده خلص. دلوقتي محدش بينجح غير بأصوات الناس. غير كده ما تلاقيش. طيب نعمل ايه عشان نخلي أصوات الناس دي تروح للراجل بتاعنا؟ يبقى نخلي أصوات المنافسين كلها تروح له. حلو قوي. ازاي؟ نوقع المنافسين في الغلط. نخلي الناس تحس ان مفيش فرق بينه وبين اللي قبليهم. ايوه بس المنافسين مش هبل عشان يقف حاجة زي دي. يا باشا هما هيعملوا حاجة. احنا اللي هنعمل كل حاجة وكله بالطريقة. طب احكي لي. انا احكي لك. دلوقتي الراجل بتاعك هيعمل صوان كبير ويلم فيه اهل الدايره. تمام تمام. شويه ناس من عندنا يخش يتفل المنافس بتاعه. كلمه في حدوته الدنيا هتتربق. الصوان هيتكسر على اللي فيه على الراجل بتاعك وتبقى بسيسه كده. هيبان المنافس ايه. بلطجي. بعديها على طول الراجل بتاعك ده هيعمل صوان يجمع فيه كل الحاجات الناقصه من السوق ويبيعها بسعر قليل. الناس تخش تشتري وتدعي له كمان. كويس. لا مش كويس. ما تفرحش. الصوان ده هيتولع فيه كده. هيبان ان مين اللي عمل كده. أكيد منافسينه. قصدك الكلاب اللي مش عايزين الناس الشرف هيخدموا الناس الغلابة. ما أنت عارفنا شعب غلبان ويموت في العواطف. الناس دي لو حاسس إن في حد بيعمل لهم حاجة هيروحوا معاه زي ما أنت عايز. إيه يا ابن القرود؟ هايل يا رايق. حبيبك يا باشا وتلميذك. ابن الفايدة يا يوسف. أي أمر تاني يا فندم؟ لا شكرا.
ازيك يا شيم؟ خالد دهشوري في المزار. ده هي المفاجأة السعيدة. انت متأكد انها سعيدة؟ اه طبعا سعيدة جدا. تشرب ايه؟ لا مفيش داعي، اصل انا مش ناوي اقعد كتير، انا جاي اقول لك كلمتين على السريع وماشي. خير؟ كل خير. انا سمعت انك مرشح نفسك في الانتخابات اللي جاية، وانت عارف ان انا داخل الانتخابات. طب ودي فيها ايه؟ فيها انك بتحط نفسك قصادي. لا ما تحسبهاش قوي كده دهشوري، انا اصلا قابلت عشان الناس واهل الدايره طلبوا مني كده، وبعدين مش مهم مين ينجح مين ما ينجحش، المهم ان احنا نخدم الناس، ولا انت رايك ايه؟ برافو برافو يا شيم، ده انت كمان بدات تحضر للكلام الحلو اللي هتقوله. اسمع يا شيم، اللعبه دي انت مش قدها وما تعرفهاش وما لعبتهاش قبل كده، احسن لك ما تحطش نفسك في مكان انت مش قده. انا مش فاهم انت قصدك ايه. لا انت فاهم قصدي كويس، السكه مش سكتك. خلاص هتعلم امشي. الله، ده انت ناوي ناوي بقى بصراحه. ماشي، انت اللي اخترت، بس خلي بالك اللي يلعب الدح ما يقولش ايه. دهشوري، البلد اتغيرت، واللي كان ليه سعر زمان بقى دلوقتي ملاليم. بيتهيألك. سلام. غريب يا عادل، مش هتبطل تعلي صوتك على ابوك قدام الناس؟ يا رايق، ما هو لما بيكبرنيش يرضيك يعني يشتمني قدام اللي رايح واللي جاي؟ يا عم اديك بالجزمه كمان، هو انت تكبر على ابوك ولا ايه؟ والله يا رايق انا كنت بتنفس ساعتها، ما كنتش عارف انا بقول ايه. معلش معلش يا عادل، استحمل ابوك كده، خلاص مش حامل الحاجات دي. روح يلا، بص دماغه راضيه. يلا ماشي يا رايق. يلا على طول. يلا يا فتاح علي مرزاه كريم، قابل يا كبير. يا صباح الفل يا هيثم باشا، تعالى نحن نشوف الباشا يشرب ايه. عينيا كبير، تشرب حاجه يا هيثم باشا؟ ملوش لزوم يا ابني. بص بقى، أنا جاي لك في كلمتين من الآخر. أمر يا باشا. مفيش نزول انتخابات السنة دي. يعني إيه يا باشا مفيش نزول انتخابات؟ أنا لازم أنزل وأنتخب وأعلم عليهم. قصدي يعني أعلم عليهم على الورق يعني. تنتخب وتعلم أه، حقك. لكن تبوظ لي الانتخابات وفي دايرتي، أهو ده اللي مش حقك. يا باشا أبوظ الانتخابات إيه؟ ده ليه واخد عني فكرة وحشة كده؟ أنا راجل عريس وفرح كمان كام يوم، يعني مش فاضل الكلام ده خلاص. عموماً أديني قلت لك. يومها بقى ما اشوفكش لما ابنك معايا من عيالك القلاضيش نازلين بقى تعملوا لي نمره ولا حاجه. يا باشا عيال ايه وقلاضيش ايه يا باشا؟ انت هتزعلني منك ليه؟ بعدين الكلام ده كان زمان خلاص، ما بقناش نعمله دلوقتي، الناس بقت عارفه وفاهمه كل حاجه. ويعني واحنا زمان كنا بنعمله ليه؟ ها؟ مش الناس بتوعكم. خلصت يا سيدي، ولا فيها بتوعكم ولا بتوعنا، واحمد بقى زي الحاج احمد. فيا ريت بقى يومها ما اشوفكش طالع لي بحاجه، عشان انا كمان ما اطلعلكش بالحاجات اللي عندي، اللي ريحتها كان كمت ونفسها تشمها. بس هتشم الهوا صح. لو عليا يا باشا، انا هنزل انتخابات انتخب وارجع لبيتي واكل عيشي. اه احنا خلاص بقى ناس كبار وعايزين انتخابات نزيهه. ماشي يا عم النزيه. سلام. سلام يا باشا. يا كبير انت هتنتخب مين؟ هنتخب نزيهه. يلا ها اضربني يا كبير. ماشي. صباح الفل يا جيجي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا جيش؟ ازيك يا مسيح؟ تعالي حبيبتي اقعدي. طب انا في مشوار كده دي بقى. غير انت. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يا رب يا هادي هات الزباين من حياتك. وعندك واحد شاي هنا سكر زيادة لو عايزك. ما تزعلش منك. حقك انا. لسه فاكرة؟ هو انت لسه عايش في دور متضايق؟ وبعدين يعني مين المفروض يصالحك تاني؟ ما انت شايفة نفسك مش غلطانة. جاية ليه؟ عشان ما احبش اشوفك كده. وبعدين وحشتني. الله. وبعدين يعني مش كل شويه تمسك عليا كلمتين اتقالوا في ساعه شيطان. جيجي من الاخر كده، انت عايز ايه بالظبط؟ عايزك ما تزعلش مني ولا تبعد عني. بحبك يا دي. وبعدين يعني من ساعه اللي حصل وانا مش عارفه اتلم على بعض. كفاياني قوي اللي بعده. لا اله الا الله. هو انا يعني اللي عايز ابعد؟ يا بنت انا لما كلمتك في موضوع السفر ده انا اتكلمت فيه يعني عشان احنا الاثنين،
طب ما بلاش نتكلم في الموضوع اللي بيخلينا نتضايق من بعض ده. بقول لك ايه، انا استأذنت ساعتين من المقدس، لو ينفع يعني نخرج النهارده. ساعتين بس؟ ساعتين، ثلاثة، أربعة، اللي أنت عايزه يا قمر. يا أم يوسف استنى، راح فين؟ رايح السوق. ما قلتليش يعني الست صاحبتك دي ما كلمتكيش على موضوع العنوان؟ لسه يا اخويا، اديني مستنية. على العموم أول ما تكلمك بقولي لي لازم أروح معاكي. كتر خيرك يا ياسين، أنا مش عايزة أتعبك معايا، أصلها بتقولي إنه ممكن يبقى بره القاهرة. إن شاء الله أكون في بلاد وائل وياك. ما ينفعش يا مديحة سيبك تروح لوحدك في حتة وناس ما تعرفهمش، ده كلام برضو. بقولك إيه يا ياسين، أنا عايزك تقعد مع يوسف تاني، تتكلم معايا، تقوله إنك كنت عارف أبوه زمان، وتحكي له اللي حصل، هو بيسمع لك وهيصدقك. والنعمة من غير ما تقولي بكلمه، بس هو الواد راكب دماغه. أعمل إيه بس يا ربي؟ ما تعمليش حاجة، خليها على الله. ما ينفعش تبصي لورا بقى دلوقتي يا مديحة، بصي قدام. ربنا يفرجها إن شاء الله. على قولك يا أخويا، على قولك. اللي حصل حصل وخلاص. ما عادش يجي. على العموم أنا هكلمه تاني، يمكن ما كنتش عارف. طيب يا أخويا، فوتك بعافية. بالسلامة. أهلين أهلين، أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، حبينا على سلامتك. فوت ادخل. أسلمك. فوت ادخل. بعرف عذبتك الشنطة كتير، ميرسي إلك، بتشكر لك. أنا اللي بتشكر لك. اجلس اجلس. مش عارف أقول لك إيه، أنت ولا أبو يحيى، أنا مش مصدق لسه في ناس بالكرم ده. ما تحكي هيك، نحنا كلنا إخوة. ربنا يديم المعروف. آمين. حكي لي، واجهتك صعوبات في الطريق ولا شيء؟ لا مفيش، كل حاجه ماشيه زي الفل. نزلت من القطر لقيت الراجل قال لي عليه ابو يحيى، جابني هنا على طول. نحمد الله منيح، نحمد الله. الحمد لله. المهم ابو يحيى قال انك ممكن تشغلني معاك. شو بيك جاي حامي على الشغل وهيك شيء؟ بدي تترك لي فرصه كم يوم تدبر لك شغل منيح لإلك، والله يسوي لنا الخير ان شاء الله. يا مساهل، المهم ما ترحلش على مصر وارجع ايد ورا وايد قدام. ان شاء الله بترجع مجبور الخاطر، واعتبر البيت بيتك مثل ما بتقولوا انتوا يا مصريين. كل شيء هون متاح لإلك، بس اهم شيء ما تظهر الا لما تديني خبر لاجل ما اكون معك، واكيد انت بتعرف ليش. اه طبعا. اوكي تمام كده، اتركك هالحين تاخذ راحتك، البيت بيتك بالاذن. اتفضل. تعال بقى يا بطل عشان ما تبردش. يلا خش خش بسرعه بسرعه بسرعه. ايه يا عم الشطاره دي، بيت سباحة لامي اهو. ماما متفوتليش اي تمرين حتى لو وراها ايه. والله كويس، عملت حاجة مفيدة في حياتها. طب قول لي بقى، انت مبسوط مع بابي هنا؟ اه. فبتيجي تعيش معايا هنا، تقعد معايا في الاجازة بتاعتك؟ انت عارف القرية دي كلها بتاعتي انا، عامل لك فيها مدينة ملاهي كبيرة جدا علشان خاطرك. ومامي؟ مامي اكيد هنشوفها يعني، هتيجي تزورك اي حاجة يعني، انت مش كبرت بقى ولا ايه؟ طب هسألها. ماشي يا عم، اسألها وشوف هتقول لك ايه، بس عشان خاطرك انت بس. يلا هسيبك تشرب الجوز بتاعك، هروح اجيب حاجه بسرعه واجي على طول. اوكي يلا. بعدين خروجه السينما دي كانت المفروض تبقى عليا اصلا، انت بس اللي دايما بتحب تعقدها. انا بعقدها؟ اه بتعقدها، مش انت عزمتني عندك مره؟ اه وانت بقى بترديها؟ لا ما اسمهاش بردها، بحاول اعمل معاك جدع. مصطلح غريب ده، اعمل معاك جدع، اسمها بوجب معاك. اتعلمي بقى. هو ده قصدي. ليه بقى ان شاء الله؟ انا مش موافق على اي حاجه منك. ايه مش راجل قاعد معاك كده؟ لا مش قصدي طبعا، اكيد يعني عارف انا مش قصدي. احكي لي بقى ايه موضوع المزاعات ده؟ مفيش، هو ده حلمي من وانا صغير، من قبل ما اخش الاعلام اصلا ولا اي حاجه. وبعدين انا عايز اعتمد على نفسي واشتغل، انا مش عايز اقعد معتمد على ابويا انه يصرف عليا. زعلانه ليك اب بيصرف عليك ومخليكي مش عايزه اي حاجه في الدنيا؟ انت ايه غاويه شقه؟ لا بص يا ديبو، اي انسان بدون شغل ملوش معنى في الحياه، وانا مش من النوعيه دي. انا عندي طاقه باور عايزه اطلعها في حاجه. ما انت لو ما نشفتيش دماغك في موضوع الوسايط ده كنت كلمت لك اي حد في الشغل عندي وعينك في احسن مكان. اوه هتعمل لي زي امي بقى، انا مش بتاعت الكلام ده يا ديبو. اسمعي كلام امك، البلد دي ماشيه بالطريقه دي. وابص على نفسي في المرايه واقول لنفسي ان انا واخده مكان حد تاني. بص فين؟ اعمل ايه؟ بص فين؟ المرايه. مرايه انت بتبص في المرايه بقى وحاجات. مرايتي قولي لي يا مرايتي. في حاجه اسمها ضمير يا ديبو، وانا ضميري ما يسمحليش بكده. مش هقدر اقنع نفسي ان البلد ماشيه بالطريقه دي. على فكره انت عاجبني، قصدي يعني عاجبني طريقه تفكيرك يعني، هايله بصراحه. كل الناس بيقولوا لي كده. ايه التواضع؟ يا سلام. ثانيه واحده. الو
انا خلاص جاهزه على النزول اهو. شغل؟ انت مش قلت لي انك فاضي النهارده؟ لا خلاص، لما تخلص طب كلمني. سلام. مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا حبيبتي. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. تعبانه قوي. نودي اطمنتي على باباكي؟ لا ما اطمنتش، بس ما تقلقيش لو جرى له حاجه هيبقوا يقولوا لنا. استني عايزه اقول لك، الراجل صاحب البيت زود المبلغ 20,000 كمان. مامي مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده؟ من فضلك قولي له يريح دماغه، احنا مش هنبيع، اوكي؟ عن اذنك. هروح ارتاح شويه. بجد انا مش قادره اصدق الزفت اللي اسمه سعيد ده. بحاول اكلمه تليفوناته كلها مقفوله. عايزه اطمن على رامي يا بابي. هو فين يعني يا غاليه؟ ده مع باباه. سيبيه يا حبيبتي يتفسح له يومين. على فكره ده ابني انا حره فيه، وانا اللي قرر امتى يخرج امتى ما يخرجش. هو في ايه يا غاليه؟ انت بتستني اتكلم علشان تحرجيني؟ لا يا حبيبتي غاليه ما تقصدش. لا هي ما بتحبنيش وكمان ما بتسمعش كلامي حتى لو كان صح. خلاص خلاص يا غاليه، انا سايبه لك المكان كله عشان تتكلمي فيه براحتك. يا الله. معلش يا بابي بس انا مش قادر عليها. خلاص بقى يا غالي خلاص. المهم النهارده بعتوا لي ريبورت على الايميل بيقولوا لي ان تجاوي في الارض دي كلها مش طبيعيه وبتاع فعلا. طب ايه اخبار كويسه؟ عملت ايه مع الدهشوري؟ جالي عشان يهددني يا ستي. سيبك منه بتاع كلام بس. المهم انا قلقانه قوي على رامي دلوقتي. انا همشي ولما اطمن عليها بقى اكلمك. يا حياتي. باي بابي. تصبح على خير. يا جدعان دماغ فيها ايه؟ سعيد بيبي يقول لك درس تودني بس عشان ما تلعبش مع الكبار تاني. ازيك يا راجل يا شقي؟ ياه عاش من شافك يا راجل. ازيك يا شيمي؟ كرسي يا فاروق. ازيك يا حبيبي؟ ازيك انت؟ عامل ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. اقعد. ازيك يا عم؟ اخبارك ايه؟ قول لي انت عم طول الوقت مسافر كده ولا ايه؟ هعمل ايه يا شيمي؟ ما انت عارف بقى هايدي والعيال بره. بس تصدق انت ليك وحشه كبيره جدا والله. الله يخليك يا فوش. اصل انا كنت معدي عشان اطمن على الولد يوسف بعد الحادثه اللي عملها، فقلت اجي اشوفك بالمره يعني. فيك الخير فيك الخير. بقول لك يا مقدس. تعالي تعالي يا جيجي. لا مؤاخذه مش عارفه ان عندك ناس. انت مش عارفه ده مين؟ لا مش واخده بالي. ده يا ست الشيمي صاحب البازار اللي بيشتغل فيه يوسف. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. طب تحب تشرب ايه؟ لا معلش انا لازم اقوم. لا 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 ازاي تيجي ازاي دي؟ خليني اعمل لهم شاي لو سمحتي. حاضر بعد اذنك. ها؟ ها؟ ايه اخبارك؟ قول لي انت اخبارك ايه؟ في حد يبقى عنده مصر زي دي بيفضل قاعد بره؟ تصدق بالله يا شيمي انت لا يومك هتتغير ابدا مهما طال الزمن. يا عم دي بنت غلبانه بتنجل على رزقها ورزق امها. وماله يا سيدي؟ انا طول عمري ما عنديش اي تفرقه من الطلاق خصوصا في موضوع الحب ده. الامور انت هتعمل ايه؟ الله يخرب مخك يا شيمي. بس انت غلطان يا يوسف، كان لازم تكلمنا في ساعتها على طول. يا عم بقول لك خدوه على اخوانك. ايه يا عم يوسف؟ مين سعيد ده؟ يا جدعان يا جدعان واحد ما تعرفهوش فيه ايه؟ وعشان ما نعرفهوش هنسيبه يعني؟ يا عم قول لنا هو مين واطلع انت بره الحوار كله. ممكن انتوا مالكوش دعوه بالحوار ده؟ ده حوار يخصني وانا هخلصه. ايه يوسف في حاجه اسمها تخصني وتخصك؟ ايه يوسف الواد ده لو بس ليه في بيته النهارده يبقى نلبس تروح احسن. طيب انا بقول لك من فضلك مالكوش دعوه بالحوار ده عشان انا هصطاده وهيبقى ليه رؤى. ايه رؤى ايه وزفت ايه؟ ايه في ايه؟ من امتى اي حد فينا بيتصرف من دماغه؟ يا عم قول لنا هو مين؟ قول لنا هو مين ما تقرفناش. يا جدعان خلاص بقى ما تقرفونيش انتوا، انا مش عايز اتكلم في الحوار ده دلوقتي، انتوا في ايه؟ ومفتح مين؟ ومفتح انت يا عم. يا عم افتح يا عم. اهلا يوسف. خليك زي ما انت، خليك زي ما انت مستريح. مؤاخذه يا باشا. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا باشا خطوه عزيزه، اتفضل يا باشا. اشكرك. شيمي بيه صاحب البازار.
اهلا وسهلا شبيبي. اهلا وسهلا شاي يا حاجه. لا شاي ايه، احنا هنعمل غدا بقى. لا ملوش لزوم. لا ازاي ملوش لزوم يا باشا، انت اول مره تجيلنا يعني ازاي ما تاكلش الغدا يا حاجه والنبي. لا انت عارف ان لازم اروح المحل. احكي لي بقى ايه اللي حصل. ابدا يا باشا، سعيد شم خبر بالاتفاق بتاعنا فحب يعلم عليا. كلب قذر. لا مؤاخذه شبيبي، الواد اللي اسمه سعيد ده يطلع مين؟ ده واحد بيني وبينه خلافات وحب يدخل يوسف بينا، بس يوسف طلع اصيل وبلغني ودي كانت النتيجه. طب حلو الكلام، يعني احنا دلوقتي لينا حق عنده ولا انا بتكلم في الغلط؟ يا عم ميمي ما تهدى بقى. اقول لك ايه عشان تهدى؟ مالكش دعوه بالموضوع ده يا اخي، ديبه خده وامشوا يا اخي، خده وامشوا. يا عم اهدى يا عم. يلا يا ميمي انا بس نروح مشوار. يلا بينا بس. يلا بينا يلا بينا. ماشي يا يوسف. يلا. مين الناس دول؟ دول اخواتي يا باشا، ميمي وديبو. خلينا في المهم دلوقتي، الحوار اللي دار بيني وبينك يا باشا واتفقنا عليه قلته لحد؟ لا. محبوس هنا ولا ايه؟ وبعدين بقى بعد اذنك يا مهندس، كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع كده. تعالي اتفضلي. بعد اذنك. اتفضل. خير؟ محتاج فلوس؟ خيرك سابق. لا انا بس يعني كنت عايزه افضفض لك شويه. قول. ديب ماله ديبو؟ ما بقتش فهمان، بقيت حاسه اني لا طايله ارض ولا طايله سما معاه، وكل شويه يقول لي اصبري يا بت بكره هتتعدل وهتجوزك. كل البنات اللي في سني ولا اصغر مني اتجوزوا الا انا، وبقى معاهم عيال. حاسه ان كل الناس بتتحرك من حواليا وانا واقفه محلك سر. خلاص طب ما تكلمي معاه. غلبت كلام معاه واخرتها بقى عايز يسافر ويسيبني. بصي يا جيجي، انت عايزه ايه؟ انا عايزاه. طب ده هو سندي وظهري. خلاص يبقى تستني لحد امتى بس يا مقدس؟ دي ام صامبو جايبه لي عريس، فاكراني بايره، بقيت بصعب على الناس كلها، وهو ولا حاسس بيا. شوفي اللي عملته ام صامبو ده قصدها من الخير، يعني الكلام ده ما فيهوش عيب. العيب بقى انك انت تفضلي محلك سر وما تشوفيش حالك. شوف حالي ازاي يعني اعمل ايه؟ ايوه يا بنتي، الدنيا ما بتوقفش على اي حد. معايا انا بقى هتقف عند الديب. لا ما انت كده بقى بتقفليها من ناحيتين. ولو عايزه نصيحه عم فؤاد، انت لازم تفتحي واحده من ناحيتين عشان الامور تسلك. يا تستنيه هو اول ما يبقى جاهز هيجي لك، يا بقى تشوفي حالك وتطلعيه من دماغك خالص. يعني يوسف، ورشه النحاس بعتوا الطلبيه اللي احنا عايزينها ولا لسه؟ المفروض توصل النهارده. طب خلاص بقى كلمه قول لهم يبعتوا الطلبيه على كرامه في الحسين على طول، يعبيها ويبعتها لي بدل ما ناخدها ونوديها ويرجعها وتبقى قصه. ماشي حاضر، هكلمهم وخليهم يغيروا على طول. اوكي. مامي يا روحي، مامي يا روحي، مامي يا روحي، وحشتيني وحشتيني وحشتيني. وانت كمان يا حبيبي. انا قولي مامي بقى، اتبسطت مع بابي قد ايه؟ اتبسطت قوي يا مامي. لو سمحت يعني بعد اذنك ما تبقاش تقفل تليفونك تاني عشان اعرف اطمن على ابني. لا اطمني، رامي هو معايا، مش محتاج لاي حد خالص. اهلا، ازيك يا جو؟ عامل ايه يا حبيبي؟ زي ما انت شايف عايش. مش مهم يكون عايش، المهم يكون مبسوط. وانت اللي يشوفك يزعل يا سعيد. عايز حاجه تانية يا سعيد؟ لا خالص، انا كنت بوصلك بس الولد وديه في ايدك، خلي بالك منه. اكلمك يا رامي. رامي خش جوه يا حبيبي، سلم على جده. يلا يلا. يوسف انا مش عايزك تزعل، سيبك منه، هو عايز يستفزك وخلاص. انا عارفه حافظك كويس. تمام. طيب خلصت اللي في ايدك بقى وحصلني عليك. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ده هو. سيد
جهز اغراضك لمن حالك، راح ننتقل من هذا المكان هالحين. ماشي ماشي بسرعة. حاضر حاضر بسرعة يا سيد، يلا يلا سيد. ماشي يا سليمان، انت الوحيد اللي في المنطقه دي بسلم له رقبتي. معلش يا راي، لاجل الورد يتسال عليه. طب خف ايدك عليه بقى بدل ما يقوم يعملها معاك. خبر ايه يا عم ياسين؟ انت هتسخنه علينا ولا ايه؟ انت هات كل الجرايد والمجلات اللي عندك قديمه، مفيش جرايد النهارده خالص. يعني انت شايف الناس بتقرا قوي؟ الناس فيها اللي مكفيها. ما عشان ما بيقروش. يا جدع يا دياب، تعال بص كده، الواد عورني ولا ايه؟ لا لا لا، عيب عليك. من حقه يطمن يا سليمان، الليله ليلته. ليلته ايه؟ ده بقول لك لسه العشاء وخلاص. اعمل ايه بقى دياب؟ والله انا كنت عايز اعمل حاجه. لو نجيلي قال حرام، موحه برضه فرحها، اعمل لها حاجه صغيره رحت عامل. اصيل والله يا رايق. امال ايه تربيتي؟ يا نهار اسود. ايه يا جدع اللي انت عملته ده؟ عمل ايه؟ الواد ده مجنون ولا ايه؟ عملت ايه؟ ايه اللي هيعمل منك ولا ايه؟ عمل ايه؟ خلي قفاك شوارع. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا دي المطبات دي؟ يا عم ما عملتش حد. طب بص بص خلاص يا رايق. المرايه ما بتكذبش. بص ديبو بيهزر معاك. هلا يا عم ياسين، انا كمان برك معاه. ده حبيبي يا عم. مش تاخد وش؟ انا هاخد وش. ها؟ بقول لك ايه؟ عايزه على الناعم عشان احتمال يبقى فيه عروسه النهارده ولا حاجه. اللي صاعي يا عم ياسين، هو انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ قلت لك حته عيل بدل النادل على جنبك ده. يا راي، ده انا نفسي يا ابني بطلت اسال روح السؤال ده. يا عم في ايه؟ ما احنا كلنا حواليك اهو. ايه يا عم انت في ايه مالك؟ يا عم انا عارف، انا بسال بس عايز اعرف السبب مش اكتر. لما انا راي وانا في سنك انت وديب وكانت الدنيا سرقان يا ابني. صحه وشباب وعافيه. لو ايه وعزوه كمان. من ناحية أخويا ومن ناحية ولاد عمامي في البلد ولاد خلاني. منين ما تروح تلاقي حد من عزوتك؟ فكرتش بقى أجيب حتة عيل يشغلني؟ ما العيلة كبيرة ومفرعة والدنيا مزازهالي ودخل فيها بصدري وبقولي عافية أوديكي فين؟ زي ما تقول كده نمت وصحيت لقيت نفسي كبرت والقطر فات مني والعيلة المفرعة دي صفصفت عليا أنا والواد الندل ده. الحكايه النادي انت مالكوا فيه ايه؟ ايه يا عم في حسك في الدنيا امال؟ لا عاد حد بيسال على حد ولا حد داري في حد. تبقى هتقلبوا على المواجع بقى ولا ايه؟ ده ايه القعده دي؟ انا عندي مشوار يا عم. روح فين؟ روح عند الواد يوسف. لو في حاجه هكلمك. ها؟ ماشي. سلام. سلام. الحساب يا ديب. الحساب يوم الحساب. ما تقلقش يا عم ياسين، الحلقه دي عندي. لما يجي لمشغلك يا امك قول له ان مش يوسف اللي تطرس ودانه، وانه لو فكر يعمل كده تاني مش هقرص ودنه، انا هقطعها له. امتحانكم علشان نفرح بيكم. او النبي يا ياسين. العب. بيقول البنات يا زوزة. ترى ايه يا مرة انت قطعت رساوي ولا ايه؟ عمتي وادي عمتي ايه؟ احنا مش نعمل حاجة، جيل اللي صممت نعمل القعدة دي. ربنا يكرمك يا جيزي يا حبيبتي ونفرح بعدلك قريب قوي انت وشهد وشيماء. او النبي دعي لها يا ديحة. ربنا يخليكي يا خالتي. تعيشي يا خالتي. هو احنا هنبدأ قاعدين كده؟ احنا لازم نهيص للبنت موحة. الله. ازاي جيجي واحنا متفقين على ايه؟ الله ده فرح يا رايق، دي ليله اختي. ما تقعدي يا بنت في ايه؟ ما تسمعي الكلام. الله ده ليله دخله مش ميت، ما تشغل حاجه يا رايق. سيب البنات تفرح يا ديب. ينفع يا عم ياسين؟ ينفع ولا ايه؟ ازاي يا عم ياسين؟ شغل يا عم شغل. ماشي يا عيني يا حبيبي. ماشي يا حبيبي. ماشي يا حبيبي. ارقصوا كمان. الله يا سوسه يا ابني.
سعيد هو اللي كلمك وعايزك تبقى عين عليا. عايز يعملني عصفورة اللهبل. وانت قلت له ايه؟ خدته على قد عقله. قلت له تمام. بس الموضوع ده هيكلفك شوية. لأن أنا كده ببيع نفسي. وأنا مش ببيع نفسي رخيص. برافو عليك يا يوسف، عملت الصح. خليك على هواه قد ما تقدر. وأنا من وقت لآخر هرمي لك معلومات تقولها له. والفلوس اللي أنت خدتها منه حلال عليك. تمام يا باشا. أعتبره حصل. بس هي لو ما فيهاش بواخة يعني، مؤاخذة في السؤال، هو إيه اللي يخليه يعمل حوار زي ده؟ سعيد كان بيشتغل هنا زمان وأنا كنت حبيته واطمنت له وكان عندي ثقة كبيرة فيه وخليته دراع اليمين. بعد كده لف ولعب على غالية بنتي واتجوزها، فاطمنت أكتر لأنه بقى جوز بنتي، وحكيت له عن كل أسراري. أسرار إيه بقى؟ مش مهم، المهم إنه طلع وخاني، ولولا إن غالية كانت على ذمته أنا كنت فرمته. طب ما يتفرم دلوقتي يا باشا، ايه اللي يمنع؟ ولما رامي يكبر ويسمع، او بلاش يسمع، يعرف ان جده خلص على ابوه، تفتكر هيسامحني؟ كونه اتصل بيك ده معناها انه بيدبر لحاجه كبيره قوي انا ما اعرفهاش، بس مش مهم. يا خبر النهارده الفلوس؟ بكره يبقى ببلاش يا باشا. عن اذنك. يوسف. خلي بالك معاك. تعيدوا يا باشا. أنا لما جيت حكيت لك الموضوع ده ما كنتش طمعان في قرشين. الحكاية فيها إن أنا ما بعضش الإيد اللي اتمدت لي. متشكرين يا باشا. نادين الساعة كام معاك؟ أنا آسفة بجد يا مدام عزة اتأخرت شوية. نادين بطلي الكلام ده، دي مش أول مرة تتأخري فيها. معلش أنا آسفة، مش هيحصل تاني. وده بالنسبة للتأخير، إنما بالنسبة بقى للمكتب، ناوية تنزلي فجأة من غير استئذان؟ لا معلش مية، بس كنت تعبت شوية فجأة وكان مش ما كنتش أقدر أستنى. أنا أسف. أنا لآخر لحظة بحاول إن أنا أحافظ على الناس اللي معايا. ساعديني إن أنا أعمل ده. ممكن؟ حاضر. أيوه يا سيدي، أنا اللي هاجي لك بنفسي. أنت مالك؟ أنا قلت لك معيش حد في المحل. أنا جاي لك أهو. يلا سلام. اهلا ازيك يا زيزي؟ ازيك يا مقدم؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ تمام. وشك نور اهو. كويس ان انت اتشجعتي ونزلتي. كله تمام؟ الحمد لله تمام. طيب انا هروح مشوار انا وفاروق، مين دي سالكم؟ ماشي. الحمد لله على السلامه يا جيزي. الله يسلمك يا فاروق. ربنا يخليك. ايه ده؟ صباح الفل. صباح النور. بصي انا عايز انسيال بس ما يكونش فيه شغل كتير، حاجه كده تكون سيمبل على ذوق الامر. هو لسه بطلعك جداد، اتفضل. ده حلو قوي ده. دوت حلو بس مش سيمبل قوي يعني. لا جامد جامد بصراحه يعني. ودوت كمان. لا ده هايل موت. تعرفي انا باجي اشتري من هنا مخصوص علشان تختاري لي على ذوقك. ربنا يخليك. بس انت للاسف مش واخده بالك مني. بس خير، ليه الاسود ده؟ في حاجه ولا ايه؟ حاله وفاه كده. لا البقاء لله، الباقيه في حياتك. طب انا في حاجه اقدر اقدمها لك؟ لا ربنا يخليك بجد شكرا. والله قولي ربنا لو في اي حاجه ما اقدرش اتاخر عليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك، ده ذوقك. يلا ديبو انا هشتري انسان. اطلع بره. يلا مين ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تطرد الزبون كده؟ افرض المهندس كان رجع وشافك، كان شكلي هيبقى عامل ازاي؟ وشكلي انا ما فكرتيش فيه. ما فكرتيش فيه وانت بتهزري مع النطع ده. ايه يا بت؟ انت مش عارفه انا بغير عليك ولا ايه؟ بهزر معاه؟ ده على اساس ايه يعني؟ ان انا مصاحباه؟ مصاحباه؟ انا هتقلم صاحباه؟ والله العظيم تلاتة لولا الظروف اللي انت فيها انا كنت عملتها معاكي. خلاص يا ديب، ستتني. قعدني في البيت يا اخوي. ولو شفتني نزلت الشارع حتى ولا بصيت من الشباك بكسر لي رجلي. الصبر. قلت لك الجواز مش سهل. ايه الصبر؟ الصبر يا بنت الناس. وانا بقى السنين بتعد بيا والعمر بيجري وانت ولا في دماغك، فلو تعلن عليا يا ابن الناس خلاص نفضها سيره احسن. نفضها سيره؟ ماشي يا جيجي نفضها سيره. انا اعتبر الكلمه دي ما اتقالتش. انا لسه برضه مراعي الظروف اللي انت فيها. انا بقى ظروفي زي الفل، انت اللي بتزوغ من الكلام. بزوغ من الكلام؟ لما اقول لك عايزين نطلع من العيشه اللي احنا عايشين فيها دي يبقى انا كده بزوغ من الكلام؟ ايه عايزه تعيشي في الفقر؟ وهنطلع من الفقر ده ازاي ان شاء الله؟ طبعا هتقولي لما اسافر وارجع مش كده؟ ايوه يا جيجي لما اسافر. هو ده اللي في دماغي ومش هغيره، هسافر. حلو، تسافر انت واستناك انا هنا مش كده؟ وبعدين تبعت لي وتقولي شوفي حالك يا بنت الناس ما تستنينيش. لا ديبو مش هيحصل. سفر وتسيبني ملطوعه هنا مستنياك مش هيحصل. وانت بقى ودماغك. مفيش فايده. والنعمة ما صدقت نفسي لقيت جيجي داخله عليا وبتقولي ان هي خارجه النهارده عشان ماشي. يبقى نتكل على الله وننزل نشتري الشبكه النهارده. صحيح يا حبيبي؟
حبيبك؟ اه حبيبي، حبيبي ونور عيني كمان، وانا ليا حد غيرك؟ اه ليك يا موح، ليك امك ولا ايه؟ امي دي امي، انما انت روحي، الهوى اللي بتنفسه، عيني اللي بشوف بيها يمين. الكلام الحلو ده. طب اقول لك على حاجه، بس ما تقولش عليا عبيطه. قول عبيط. انا كنت بتسحب كل ليله وادخل اتفرج عليك وانت نايم، ابص على حته حته فيك، املي نظري منك، كنت ببقى حاسه انك وحشني قوي، حتى يعني وانت مسني بعلقه ومصبحني بعلقه. عارفه بنت موحى، انا بقى ما كنتش بعرف انام الا لما اقعد افكر فيكي، بس لما الموضوع كبر مني قلت مالك يا تميمي، ما تصبر، مالك بقيت خرع كده ليه؟ بس برضه ما قدرتش، برجع تاني افكر فيك عشان اعرف انام. انت عارفه انت الوحيده اللي كنت مزعلها، ما كنتش بسامح نفسي ابدا، وكنت لازم ارضيك قبل ما انام. يا لهوي يا لهوي يا بنت، في ايه؟ ما تظبطي. هو في تظبيط بعد اللي انت قلته؟ انت عارف يا ميمي ان انا ما كنتش حاسه اني عمري هسمع منك الكلام ده، حتى بعد ما تدخل عليا. ليه يا بنت في ايه؟ قالولك عني ايه؟ ده ميمي برضه عندليب. عندليب قلبي. احنا مكتوبين عشان بعض يا رايق، مش كده؟ طبعا، وانا طول عمري متاكد من كده. بحبك قوي. انا بموت في الطلبه دي، مش عارف ايه يا عمتي. في ايه؟ في ايه يا عمتي؟ في ايه يا ماما؟ ده كان هيبوسها هيبوسها. بستك عقربه فين حبايه عيني؟ يبوس مين يا بت؟ وانت يا واد انت قاعد متسهو متنحنح كده ليه؟ ايدك في ايه؟ شيل ايدك دي يا عمتي. ايه ده؟ ايه ايه ده؟ ايه في ايه؟ تستغفلوني يا ولاد الكلب، اخس عليكم. يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل. اه ياني 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 ياني. اهدي يا عمتي، اهدي. في ايه ده؟ احنا كاتبين كتابنا. كان بيقول لي على الشبكه يا ام، عشان ننزل نجيب الشبكه يا ام. والنبي لو انتوا نويتوا خلاص. طب والله كويس انت فاكره عمتي، انا وينا. طب ما تزغرتي يا بنتي يا موحه، خلي الدنيا كلها تعرف. يا عمتي اهدي، مش وقته. ما ينفعش نزغرت يا ام، البيت متنكس. متنكس؟ طب نزغرت بشويش يعني، ما دام البيت متنكس نزغرت بشويش. زغرت بشويش. اه لقيتهم داخلين قدامي بيسالوني ها فكرت ولا لا، وانا اصلا مش في دماغي. ازاي يا بابي مش في دماغك؟ بالعكس يا بابي، انت لما تبقى عضو في البرلمان ده معناه ان هيبقى عندك حصانه سياسيه، وبكده هتقدر تدخل وتخرج اللي انت عايزه من غير ما حد يقول لك اي حاجه. ده غير بقى ان انت هتبقى قريب من الناس التقال وشويه علاقات معاهم، مش هنحتاج واحده زي فريده. ولا انت عايزنا نفضل دايما تحت ترسها؟ باباكي كبر يا غاليه، ما بقاش حمل لا سياسه ولا قرف. فعلا السياسه ده وسواجع دماغ، معرفش ده عيب ايه، ولادنا شعبيه فين، وانا اصلا مش في اللعبه دي خالص. اظن انا عارفه مصلحه بابي كويس، مش مستنيك انت عشان تقولي لي ايه اللي ينفعه اقوله دول. شايف؟ شايف يا شيمي بتعاملني ازاي؟ شايف؟ يلا يا عصام على المطبخ. انا اصلا ما قلتش حاجه يا غالي، انا هتكلم على الدوشه اللي في الموضوع، وخصوصا ان الراجل مرشح نفسه قدامي تقيل قوي في اللعبه، ونزلت قدامي هبقى بخبط فيه. يا بابي افهمني، الناس دلوقتي بقى عندها وعي، عارفين يفرقوا بين الصح وبين الغلط، والنهارده كل يوم في حملات بتتعمل ضد الفلول، يعني الراجل اللي اسمه هلال الدهشوري ده مش هيقدر يقف قدام حركه التغيير، فاهمني؟ وفين السؤال؟ تبقى خسرت فلوس الحمله؟ لا مش هتخسر فلوس الحمله، دي امرها سهل جدا، عشان الناس هم اللي مرشحينك، وده معناه انهم هيدعموك، يعني بشويه فلوس منك على شويه فلوس منهم الامور هتمشي، وساعتها بقى لما تبقى نائب الدايره الخير هيعم على الكل، هم فاهمين كده. بقول لك ايه يا غالية، ما تكبريش الموضوع في دماغك يا بابي، الموضوع كبير لوحده، أنا مش فاهمة إزاي مش مديه اهتمام، ده أنت راجل تاجر وصياد، يعني عارف تاكلها منين؟ شايف كده؟ أنا مش شايفة غير كده، يا سعادة الله. يا فين إيه؟ دانيا تاكل؟ ما لقيتش أي حد هناك، ولا حتى فلوسي. مش عارف، كل اللي كان معايا راح في لحظة، ودينا أهو رجعت للصفر من جديد. ولا يهمك خالص، المهم ان انت بخير. الفلوس دي امرها سهل يا راجل، ان شاء الله هتشتغل وهتعوض كل اللي راح منك. المره دي مش سهله يا ابويا، انا حاسس ان في حد مبلغ علينا. يا راجل حد مبلغ عليكم ايه بس؟ ازاي الكلام ده؟ مش عارف، بس الحكومه مش هتيجي لغايه المحل وتجري ورايا الا لما يكون عندها اخباريه، وانا دلوقتي مش هينفع اشتغل في اي حته، اكيد دلوقتي بيدوروا عليا والبين الدنيا. والله يا اخي انا مش عارف اقول لك ايه، بس ان شاء الله كل حاجه هتبقى تمام. طب انا عاوز منك خدمه، الشغلانه اللي انت قلت لي عليها لو ينفع بس. يا سيكا
يا سيكا الشغلانة دي كانت امبارح، أكيد النهاردة طبعا في حد أخذ مكانك. آه طيب، أنا مفيش مكان أروحه دلوقتي، وأنت عارف معيش فلوس، لو ينفع بس أبات عندك ليلتين لحد ما أدبر أموري. سيكا والنبي ما تحرجنيش، أنا مش عايز مشاكل. لا لا انسى موضوع المشاكل ده نهائي، هما بس ليلتين لحد ما أعرف أنا هعمل إيه، مش هتشوف خليتي تاني. ماشي، بس شايف دول؟ ليلتين بس. ماشي، وانا مش هنسى الجميل ده ابدا يا عم يحيى. شكرا. في الهوم يا حبيبي، في الهوم. انت اكيد بتهزر يا سن. سبق قبل كده وهزرت معاك في شغل ولا في غير شغل حتى؟ ما حصلش، بس يعني مش غريبه قوي ان الجنرال بجلاله قدره يطلب عمليه بسيطه زي دي، ده اي حد ممكن يعملها. اقول لك على حاجه، الناس من الضنك اللي هي عايشه فيه ممكن تعملها، فاهمها لي بقى. مش شغلتك، مش شغلتك انك تفهم سبب لكل حاجه. شوف يا ديمو، احيانا في حاجات بتحصل بتبقى صغيره قوي بس في تاثيرها بتبقى كبيره قوي، اكبر حتى من مستوى فهمك. وفي النهايه مش شغلتك انك تفهم، انت شغلتك انك تنفذ اوامر الجنرال وبس. مفهوم يا سيدي، مفهوم. كلام اللي انت قلته لي اخر مره ساعه موضوع التمثال انا ما بلغتوش للجنرال، اعتبرته مجرد كلام، كلام في الهوا في لحظه سرحان. بس مش كل مره اعتبر كلامك كده، وخد بالك كويس قوي من كلامك معايا. تمام تمام يا سن. دي صور الارض كلها، يا ريت حضرتك تبص عليهم بقى واحده واحده. انا خلاص اتفقت مع صاحب الارض، ما فاضلش غير انتوا تروحوا تشيكوا عليها. بس انت متاكده ان الارض دي ممكن يكون فيها حاجه؟ انت عارفه الاجازه والناس اللي بتيجي بيكلفونا كتير. انا من نظرتي متاكده ان هي فيها حاجه. مع احترامي الشديد، ايه اللي بياكد لك نظرتك دي؟ هي يا فندم انا متخصصه في تاريخ الاثار، واعرف كويس قوي ان الفراعنه ما بيختاروش لا اي ارض ولا اي مكان عشان يعملوا مدافنهم عليها. الدفن عندهم ليه مواصفات خاصه جدا، هما مش مجرد ناس يعني بيحفروا ويدفنوا وخلاص. وبعدين دي مش اول مره اطلع اثار مدفونه، التربه بتاعت الارض دي فيها تشابه كبير جدا بين الاراضي التانيه اللي طلعنا منها اثار قبل كده. اتمنى لو يكون فيها، واسف جدا لو فهمتي سؤالي غلط. ولا يهمك. طبعا انا مش محتاجه ان انا افكر حضرتك في موضوع العموله. مش هنختلف ان شاء الله، مش هنختلف. طيب لما الناس اللي عند حضرتك يكونوا جاهزين يا ريت تبلغني. اكيد ان شاء الله. افرد كده يا كابتن، افرد افرد. الله ينور عليكم يا رجاله. يا باشا دي يا باشا هتبقى للشارع، وهيبقى في واحده على اليمين واحده على الشمال. برافو عليك يا يوسف، تعالى انا عايزك جوه شويه. تحت امرك يا باشا. عايز فيها خرام عشان الهواء. خير يا باشا؟ عايزك تعدي على الرائد قبل بتاع السياحه، عندي هديه صغيره عايزك تديها لي. حاضر. بابي انا عندي مشوار صغير كده هخلصه واروح من بره بره. اوكي يا حبيبتي، باي. اوكي روح. باي. ده الصح منه يا باشا عشان نأمن نفسنا من أي لبش ممكن يعمله الدهشور. صح. هدية إيه؟ ماشي يا باشا، أنا هلفها لفة تمام وأجري على هناك على طول. مع الإذن. مع السلامة. أنا ماشي يا فادي رايح التمرين، عايز حاجة؟ استنى يا عم كده، أنا عاوزاك. أدي قاعدة يا ستي. قولي. مش هفكرك باللي اتفقنا عليه. ايه بقى اللي اتفقنا عليك؟ الرولز. رولز؟ رول نمبر 1، اللي عينيك شافته هنا محدش تاني غيرك يعرفه. نمبر 2، شرب كتير في اي مكان ما يحصلش، لانك ممكن تسكر ولسانك يفلت. ماشي. معاملتنا هنا انا اللي هحدد ميعادها مش انت. اوكي يا حبيبي. تليفونك أول ما تدخل هنا يكون مقفول، ويا ريت تشيل البطارية. ماشي روحي. عايز حاجة؟ أشوفك بالليل؟ أوكي. هو أنت ليه دايماً قاعد لوحدك؟ أنا؟ بتيجي لوحدك وبتقعد لوحدك وبتمشي لوحدك.
مش غريبة شوية ولا؟ غريبة جدا، غريبة. والشيء الغريب فيها انك تلاقي حد مركز معاكي وتحس انه مراقبك. لا انا مش براقبك، ما تخافش، مش قصدي. وانا كمان ما اقصدش، بس يعني اقصد يعني انها غريبه شويه ان يبقى في حد مركز معاكي وشايفك قاعد لوحدك ومخلي باله منك وحاجه كده يعني. طبيعه شغلي بتخليني ابقى دايما واعيه من الناس اللي حواليا. انت بتشتغلي ايه؟ مذيعه. احتمال ابقى مذيعه، مش متاكده لسه. قول ان انا خريجه اعلام. اقول طب يعني ليه ليه احتمال تبقي مذيعه يعني؟ عملت انترفيو مستنيه النتيجه وعندي احساس ان هم هيسقطوني. انا دايما عندي حساسيه، ما تخونيش. كمان عندك الحساسيه؟ كويس. مين صاحب المحفل؟ لا ماليش في الوسايط وكده، فمش انا ما قلتش وسايط. في حد قال وسايط هنا؟ ما قلتش وسايط. مين صاحب المحطه؟ واحد اسمه فريد منير. تمام، فريد منير. هل هو ايه اللي حلو؟ اسمه؟ طب مش عايز تعرف اسم انا طيب؟ انا اسمي دياب، ديبو. ديبو. انا اسمي امينه. ازيك امينه؟ ليه ما جيتش تسلم عليا قبل كده؟ احنا غنينا مع بعض هنا مره، فاكر؟ فاكر. وعلى فكره صوتك حلو جدا. بعد ايه؟ انا بس ممكن تلاقيني يعني بكسف؟ بكسف جدا. طيب مرة جاية ما تكسفش. حاضر. حاضر. ايه يا عمر؟ انت كل مرة بقى هتسافر لي فيها هتقعد لي بالاسبوعين والثلاثة؟ غصب عني، ما انت عارفة شغلي. يا سلام. طيب المرة الجاية بقى هعرف انت فين واجي اطب عليك. ايه ده؟ ايه ده؟ هتقوم! انت ايه اللي دخلك كده اصلا؟ هتقوم! يلا! ايه اللي بيحصل؟ يلا! ايه ده؟ واخدتها على فين؟ انصور باشا. ازيك يا ديبو؟ اخبارك ايه؟ كله تمام يا سعادتك. اخبار الانتخابات معاك ايه؟ لا انا لسه المرحله الثانيه، اما نشوف. اكتساح يا باشا، ان شاء الله اكتساح. ميرسي يا ديبو، قول لي اخبار المكان ايه؟ حلو ولا هنتعكنن؟ عكنن ازاي يا باشا وديبو موجود؟ على فكره واجه المنياوي قطعت لك رجله من هنا خالص. احسن. بس هي دي وما تحرمش منه. اتفضل يا باشا، اتفضل سعادتك. اتفضل. يا ميمي، ازيك يا صاحبي؟ ايه بقيت العيال؟ جايين يعني. ماشي يا صاحبي، سلام. اتفضل امضي يا مدام. اتفضل امضي. تحب نجيب الوالد يستلمك ولا؟ لو سمحت، كفايه قوي بقى لحد كده، ملهاش لازمه الفضايح. شريف باشا. ابو حجاج. وعينه باشا فيك. تعال. في مدام غالي، انت بتعملي ايه هنا؟ يوسف الحقني، يوسف الحقني. ايه اللي حصل؟ تطرفوا بعض يا يوسف ولا ايه؟ باشا استاذن معاليك يا باشا في كلمه بره. زي ما بقول لك كده يا دهش، اول ما جالي الخبر ده قلت لازم اقول لك عشان تبقى عامل حسابك. انت متاكد من الكلام ده يا سعيد؟ عيب يا دهش، انا عمري قلت لك حاجه وطلعت غلط. الله، وهو من امتى الشيمي بيفكر في الانتخابات دي؟ لا لعبته ولا بيفكر فيها يا بيه. البلد حلقه تشقلب، واللي ما كانش بيفكر زمان عينه بقت قد كده وبقى طمعان فيها دلوقتي. اه والله، والله وطمعت يا شيمي. ماشي، هو فاكر بقى ان شويه العيال اللي حواليه هينطقوه وينجحوه في الانتخابات. شفت انت بقى ازاي الكلام كده؟ انا شفت، لكن هو لسه ما شافش. والله العظيم لو وريه النجوم في عز الظهر الفرجه هتبقى للكل. يا رب.
قوي يوسف. على ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا بس كنت عايز اقول لك انه الموضوع ده بالنسبه لي كانه ما حصلش. يعني لا هجيب سيره لحد ولا الشيمي بيه ولا لغيره، انت عارفين انا راجل في كلمتي. كتر شيء، تصبح على خير. غالية، بلاش تعيطي، مساحة دموعك كده وابتسمي وخشي عادي كأن ما حصلش حاجة. ها؟ عايز افهم حاجه دلوقتي، لما اللجنه تقول لي ان انا رقم واحد من مرشحين المذيعات وانت تيجي تقول لي ان انا سقطت، انا اعمل ايه دلوقتي؟ بص يا انسه، اللجنه من الاخر بتدي توصيات مش اكتر، لكن القرار النهائي بيبقى من مستر فريد صاحب المحطه. وبدام القرار النهائي جاي من صاحب المحطه، يبقى انتوا لازمته ايه بقى ان انتوا تنزلوا اعلانات والانترفيوز والكلام الفاضي ده كله؟ ولا انتوا بتحبوا الشكليات بس، ولا هو ايه بالظبط؟ والله علمك انا هنا مش اكتر من سكرتير وبس. طب انا عايز اقابل مستر فريد ده. مش ممكن، ما ينفعش حد يقابله بدون مواعيد سابقة وقابليها بمدة كمان، ده غير إنه هو الوحيد اللي بيقرر يقابل مين وما يقابلش مين. طيب ألاقي معك ورقة؟ آه طب اتفضلي. إلى الأستاذ فريد، طز في سيادتك، وصلت لمصلحتك. ايه يا ام عاطف انت؟ ايه مفيش حاجه غيرتك؟ الثوره ما عملتش فيكي حاجه؟ اتقالي شويه يا ام عاطف. يا جماعه اللي سلم بومبا امبارح هو اللي هياخد النهارده، اللي ما سلمش هيستنى معانا شويه. بكام يا نهى؟ ب 8 جنيه يا ستي، يعني ب 8 جنيه، يعني وداعا لغلاء الاسعار، يعني وداعا لبابور الكاس، يعني بالصلاه على النبي كده كله هيطبخ النهارده. وريني كده يا ستي. والنبي يا نهى لهم من امبارح. بس انا حاسس ان البون طب زهوه. ليه يا نهى؟ هتيجي انبوبه برضه، خدي واحده. ماشي يا نهى، خدي واحده تعالى. بس تلنا فيها يا ام عاطف. ايوه يا باشا، امر يا باشا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس سقطت في الامتحان. انا مخنوقه قوي. عادي، كلنا مخنوقين. لا بس انا مخنوقه بجد. تصور يا سقطوني عشان ما عنديش توصيه من حد. وايه الجديد في كده؟ بلدك كلها ماشيه بالطريقه دي. هو انا المفروض اعمل زي الناس عشان اعرف اعيش؟ هتعيشي كل حاجه بس هتزعبي شويه. طب لو التعب ده بيجيب نتيجه تمام. بستغرب.
قوي. بستغرب ليه ما ينفعش الحياه تبقى ابسط من كده؟ ما تشوفني انا بعرف اعمل ايه، ومش مهم انا بنت مين ولا جايه منين. زي المكان هنا مثلا، ما الناس عادي قاعدين مع بعض وبيتكلموا وبيحكوا، مش لازم كل الناس تعرف تفاصيل حياه الناس اللي حواليها. زينا احنا يعني، ما انا معرفكش قوي، انا حاسه ان انت بني ادم كويس، وهو ده اللي انا محتاجه اعرفه. صح ولا انا بقول اي كلام ولا ايه؟ يمكن يكون صح، يمكن. انا دلوقتي مقتنعه ان هو صح، وهقعد اطبقه في حياتي لحد ما يثبت فشلته. اوكي، مش هبقى مذيعه في الصحافه، كتابه على ما اظن بقى دي ولا فيها وصيات ولا محسوبيات ولا نيل. ابويا دايما كان بيحكي لي عن واحد كان بيجي يسهر عنده في الشغل. الواحد ده ما كانش معروف ولا حتى مشهور، بس اي حاجه بيكتبها كان بيتاثر بيها الناس في كل حته. عادي، دي ضريبه الكتاب، مفيش حد يعرفهم غير المهتم بيهم. لا، ده كان مشكلته انه مفيش حد يعرفه خالص، لا المهتمين ولا غير المهتمين. المهم صاحبنا ده كان بيكتب مقالات لرئيس تحرير، رئيس تحرير جورنال من الجرايد، انا حتى مش فاكر جورنال ايه. كان رئيس التحرير بيقول له اكتب لي مقالة عن كذا وكذا وابعته لي على البيت. كاتب من الباطن في الضلمة يعني. المهم تقدر تقول ان رئيس التحرير كان بيديله فلوس على المقالات دي كل اسبوع، كان يجي يسهر عند ابويا ويخلص كل فلوسه في ليلة واحدة بس، كل اسبوع، وهكذا الحياة. يعني قصدك تقول ان حتى كتابة فيها كده برضه؟ اي حاجة فيها كده. لا، ما تقولش ان اي حاجة فيها كده، ده واحد قرر ان هو يبيع روحه من الاول، خلاص هو حر. ده ما كانش اختيار، ده كان إجبار. الظلم والفقر والعوزة بيخلوا أي حد يعمل أي حاجة، صدقيني. المهم بعد ما رئيس التحرير مشي من الجورنال، أو تقدر تقولي رفدوه، صاحبنا بقى خالي شغل، بقى ماشي في الشوارع يكتب على الحيطان أنا الكاتب الأصلي، أنا اللي عملت فلان الفلاني. مش حد صدقه، مش حد صدقه. عشان كده البساطة اللي بتتكلمي فيها عن الحياة مش حقيقية، مش حقيقية. في ناس في الحياة بتاخد أماكن ناس، وفي ناس بتقتل أحلام ناس. خلاص بقى نظام اتعودنا عليه، قانون ماشي على الكل. افهمي، عارف أنا لو أطول فريد منير ده عملت فيه إيه؟ تعملي فيه؟ مش عارف، بس أكيد هعمل حاجة تضايقه. طب يا ستي، الفريد بتاعك ده بيسهر عندي في الشغل، وبتعالي في اي وقت بيجي وهتلاقيه هناك. سلام. لا استنى، طب استنى نتكلم في الموضوع ده. يا باشا انا مش هتكلم غير في وجود الرايق بتاعي. صباح الفل يا هيثم باشا، نورت المنطقه. ازيك يا دفعه؟ الانابيب دي منين يا رايق؟ بتاعت الناس يا باشا، اللي بيفضل نملاه وناكل فيه لقمه عيش. تعرف سعر الانبوبه بقى بكام دلوقتي؟ وبتملوها بقى منين ان شاء الله؟ مستورد يا باشا، مستورد. هنعمل ايه بقى؟ اكل العيش مر يا باشا، ما لزمكش ابوبتين على البيت. صحيح ما لزمكش، بس انتوا بتوع الغاز الطبيعي. مش انا كنت عايز اوجب معاك من غير اي حاجه والله. لا تشكر يا اخويا، واجبك وسع. نورت يا باشا. اطلع يا ابني. نورت يا عم الدنيا. عارف يا يوسف، وحامل منك كمان، وكمان مش عايز تعترف بيه؟ ليه يا ابني كده؟ بتعيد موال ابوك تاني ليه؟ ده انا اللي ربيتك وطلعت كانك شارب مني. مش مكفيك المرار اللي عشته وعيشتني معاك في عمر بحاله؟ جاي تبتدي من الاول وجديد تاني في ابنك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ديبو، رحت فين؟ يا عم انا معاك اهو. لا يا ابني انت مش معايا خالص بصراحه، انت جاي تقعد مع نفسك او منزل انا؟ لا لا، انا عايز اقعد معاك، انا بس سرحت منك شويه. سرحت في ايه خير؟ اقول لك يا عمي، هو انت ام يوسف ايه يعني؟ ايه 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 الموضوع يعني؟
ناويين على ايه؟ شوف يا ديبو، انا زي ما قلت لك قبل كده، الست دي انا ممكن اكتب عليها النهارده قبل بكره، بس انا عارف ان مشكلتها ابنها، خايف اتكلمها، وانا متاكد بقى ان عمرها ما هتقدر تكلمها. يعني انت عارف انها عمرها ما هتكلمه وراضي بكده؟ طيب يا ابني، لاني مقدر من فوطيتها. طب بقول لك ايه؟ لو حصل يعني افتراضا يعني خلاص هي وافقت وابنها وافق كله بقى تمام، وبعدين رحت لها قلت لها ما ينفعش، خلاص ما بقاش ينفع، قلت لها اي اسباب، هتعمل ايه هي؟ من غير اسباب يا ديبو ولا هتعمل حاجه يا ابني، تعبيط يا انا، هو في حد بيغصب حد يقعد معاه غصب عنه؟ لا يا عم ما ينفعش، محدش بيقعد مع حد غصب عنه، بس يعني منظرك هيبقى ايه قدامها؟ بقول لك لما تجيلي دغري وتقول لي انت عايز توصل ليه من الاخر؟ تفضل طول عمرك تحلف انك نفسك تعمل الحاجه دي، واول ما تعملها تلاقي فجاه حصلت لك حاجه تانيه خالص. حاجه احلى؟ مش حكايه احلى ولا وحش، حاجه وخلاص. منظرها يبقى ايه؟ انت بتسالني انا؟ اسال نفسك يا ديبو، اسال نفسك. وحشاني يا سونا يا حبيبتي، وحشاني قعدتك الحلوه. وانت كمان يا زوزة يا اختي، عقبال بناتك. من بقك لباب السماء يا حبيبتي، في حياتك ان شاء الله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا كنت يعني عاوزه اطلب منك حاجه كده، بس الحقيقه كنت محرجه يعني منك. محرجه؟ تحرجي مني انا؟ ده احنا اخوات يا زوزة. كنت عاوزه يعني لما البت سماح تتجوز الرايق يعني اقعد عندك يومين، عشان انت عارفه الجواز بقى والحاجات دي عايزاهم يرمحوا في البيت كده براحتهم. طب تصدقي وتامني بالله؟ لا اله الا الله، كانت على طرف لساني وكنت لسه هقولها. يا حبيبتي اصيله والله يا سونا، الوانه اللي كنت خايفه لا تقل عليكي. اسم الله عليكي يا اختي، تقلي عليا؟ ده ما شدتكيش الارض تشيلك الكنبه. كنبه؟ يا رجاله جرالكوا ايه؟ في ايه مالكم؟ يا ده في ايه؟ واحد كان طمعان في التمثال والتاني بيوزع له عربيه انابيب مش كام انبوبه وخلاص، هو في كده يا راجل؟ بتهدى يا عم ديال، الناس يا اخي مشتاقه لريحه البوتاجاز. لما جنرال يعرف اللي احنا عملناه الناس دي هتنفعنا بحاجه؟ هو يعرف منين وكان عددهم؟ بعدين احنا عملنا اللي قالنا عليه، غير كده ملوش فيه. امين افهم افهم يا جدع، انت لما ندوس على شغلانه تبعه يبقى احنا كده بنعمل مصلحه من وراه، وهو لو عرف مش هيسيبنا في حالنا، صح ولا غلط؟ يا عم الحكايه لا صح ولا غلط، مفيش حد هنا ممكن يقول له الكلام ده، احنا بس اللي بنشوفه، ومش احنا كمان، انت لوحدك اللي بتقابله. يا يوسف محدش ضامن اي حاجه، ممكن تبقى الليله دي كلها تستاهل، بيمتحننا يا اخي. بقول لك يا دياب، اللي حصل ده احنا اللي لنا مصلحه فيه ولا الشغال يا راجل. الناس تعبانه وكفرانه. كل يوم من صباحيه ربنا واقفه في الطابور وشايل الانبوبه في دماغها، وفي الاخر بيرجعوا ايد ورا وايد قدام. اوعى تفتكر ان الجنرال ده بيعمل كده عشان خاطر الناس، ولا بياخد الانابيب ويوزعها في حته ثانيه. لا يا صاحبي، ده بيعمل كده عشان عطش السوق. بيعمل كده عشان يكسب الناس ويدوس على دماغهم. وبعدين اسال اي حد في الحاره اشترى مننا، احنا بعناها بحقتها 8 جنيه ولا مليم زياده، يعني لا سبوبه ولا مصلحه. امي طلع لها انبوبه؟ حصل. ولسه في شويه انابيب جوه الحبايب. ماشي. يا عم يوسف الناس اتبسطت وبيدعوا لنا. تمام. ياكش يولع الجنرال لابو الجنرال كمان. خليها على الله.